الدين هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، هذا هو الدين، هذا هو ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وهذا المقدور قد يكون غير موات ولا ملائم أحيانا، فيجب على العبد أن يصبر على قدر الله فيه، وليعلم أن ما قدره الله عليه مما لا يلائمه ليس مقصودا لذاته، يعني من قدر عليه الفقر لم يقدر عليه الفقر لقصد الفقر غاية، ومن قدر عليه المرض لم يقدر عليه المرض لقصد المرض غاية، وإنما قدر عليه ذلك لاستخراج رد فعله على قدر الله فيه. وهذا مهم جدا ومريح جدا، وهو مؤد إلى التسليم ظاهرا وباطنا، فإن ما يجري على العبد مما لا يلائمه ليس مقصودا لذاته، فمن أجرى الله عليه بقدره الفقر فليس ذلك لقصد الفقر بذاته وعينه، وإنما ليرى ربنا تبارك وتعالى رد فعل العبد على قدر الله فيه. وكذلك ما يتعلق بالمرض، لا يريد الله تبارك وتعالى أن يمرضه لقصد المرض عينه، وإنما ليستخرج منه العبودية الواجبة عليه عند الإصابة بالمرض. ألم ترى إلى حديث الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها، فقيل لها: ويحك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت تشتد في أثره، فلما ذهبت إليه استأذنت عليه، فلم تجد عنده بوابين، ولم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت مأذونا لها قالت: يا رسول الله لم أعرفك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا ولا لجفاء منطقها في الرد عليه عندما أمرها بالصبر، وإنما قصد إلى ما يريده قصدا مباشرا، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن ما يقدر عليك مما لا يلائمك إنما هو لاستخراج رد فعلك على قدر الله فيك، هذا هو. والله هو علام الغيوب ويعلم ذلك، وهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، ولكن لابد من خروج هذا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الله لا يحاسبنا ولا يعاقبنا على علمه فينا، وإنما يحاسبنا على أعمالنا واعتقادنا وأقوالنا. ولتعلم أن العبد إذا ما أصيب بما يكره مما قدر عليه مما لا يلائمه هو جار على حكمة الله العليا سبحانه. العبد إذا ما أصيب بشيء من ذلك فإنه ينبغي عليه أن يصبر، والصبر ألا يعترض على القدر الذي قدره الله عليه بالقلب باطنا، وألا يعترض عليه باللسان بالقول ظاهرا، وألا يعترض عليه بالجوارح بفعل ما يغضب الرب جل وعلا. فإذا ما صبر على ما قدره الله عليه فذلك هو المطلوب. إذن هي ثلاثة أركان: ألا يعترض على قدر الله فيه بالقلب باطنا، وألا يعترض على قدر الله فيه باللسان قولا ظاهرا، وألا يعترض على قدر الله فيه بفعل شيء بالجوارح مما يغضب الله جل وعلا كنتف الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود وما أشبه. إذا قدر عليه ما يكرهه مما لا يلائمه بحكمة الله فليعلم أنه إن لم يصبر صبر الكرام فسيسلو سلو البهائم. من لا يصبر صبر الكرام سيسلو سلو البهائم، فاللهم غفرا يا أرحم الراحمين. وهذا معلوم مشاهد في واقع الناس،
فكم من عبد أصيب بمصيبة فلم يتلقها بالصبر، وإنما تلقاها بالجزع والفزع والهلع والاعتراض على قدر الله فيه، ثم مع الوقت يسلو سلو البهائم. فمن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.